ثانية مسألة ثانية في التعاون على الإثم، وهي مسألة متكررة، وهي يسأل عنها التجار في العادة، وهي مسألة بيع السلع عن طريق البنك. يعني انت عندك شقة بدك تبيعها، فبيجي شخص يشتريها عن طريق البنك، جائز ولا غير جائز وليش؟ الجواب غير جائز. فيش وقت يعني، لانه انتوا بتطولوا وانتوا بتختاروا. غير جائز، وذلك لما؟ لانه البنك ما ببيع هذا الشخص الا بس تودي انت كوشان الارض، كوشان الشقة، كوشان رخصة السيارة. فبالتالي سبب انه البنك وافق على هذا الشخص انه يعطي الربا الكشان بتاع البيت بتاعك، فعلى ضوئها انت اعنت على الاثم. وعلي فاخواني في الله وصلت لمرحلة انه الناس ثلاجة بيشتروها عن طريق البنك، لكن صاحب الثلاجة لابد انه يعطيهم ايش؟ فاتورة ومختومة عشان يطلع الشيك، وعلى ضوئها هم بيزيدوا عليه، والعياذ بالله. فهذه الصورة ايضا صورة دارجة ومشتهرة ومنتشرة في وسطنا التجاري، وهي البيع عن طريق البنك.